وفي ورد قال أيوة بحبك أكتر ما أنتي تحبيني، وورد بيقول أنا آسف حقك عليا سامحيني، وورد بيقول وحشاني إمتى هنتقابل تاني، ده الورد بيقولها مكاني رغم إنها باينة في عيني. في ورد قال ألف سلام، وورد قال مليون مبروك، الورد ليه سحر وبهجة وحلو دايما رغم الشوك. ميرسي. الله ميرسي ميرسي يا ميرسي خميس، نورت اسكندريه. والله يخليك منوره باهلها. ازاي حضرتك؟ كله تمام. ده المحل الاصلي بتاعكو فيولات. فيولات مكتوب من 1957. 65 سنه. 65 سنه في شارع فؤاد. بتحب انت شارع فؤاد؟ طبعا يا طبعا. ليه بتحب شارع فؤاد؟ احنا اصلا من شارع فؤاد كأب وجد واجداد، يعني فشارع ليه تاريخ عندنا مهم بالنسبه لنا، حياتنا. اهميته الثقافيه ايه بالنسبه لك؟ بص حضرتك، شارع فؤاد اسكندريه كوزموبوليتان طبعا، شارع فؤاد كوزموبوليتان تاني اكتر جوه اسكندريه. سبحان الله، في حالات ثقافيه مثلا الاول الاهرام هيتعمل في اسكندريه، جاليه الاهرام، تكلا بيه، كلوب محمد علي، اللي هو اصلا كلوب محمد علي، محمد زي اللي عندنا في مصر. ايوه، وفي مركز الثقافه اليوناني هنا برضه، ثقافات حتى في اللغات. سبحان الله، حتى بتاع الجرايد اللي في شارع فؤاد كان بيتكلم لغات غريبه جدا. يعني مثلا يقول لك ايه، اهرام جمهوريه، اهرام اخبار، ماشي، وبعدين ايش دراموس، لابورس، جورنال دي جيبت. سبحان الله، ما هو حسب الزبون اللي بيبيعه. يعني الشارع كله صحيح كوزمولتن. صحيح، كده الشارع غريب جدا. شكلك وحشاك الايام دي. بس هقول لحضرتك حاجة، الأيام دي حلوة والأيام دي حلوة، ما أحبش كلمة الزمن الجميل، حرام. صحيح، هو كل ربنا خلق الدنيا كلها حلوة. صحيح، لغاية يوم القيامة. بس احنا اللي بنخلي الزمن الجميل جميل والوحش وحش. على فكرة زمان كانوا بيقولوا إن قبل كده كان أحلى، كل جيل شايف إن شبابه أحلى. وبعدين هقول لك على حاجة، طب اصبري على مصر كمان سنة وهتبقى أجمل وأجمل من القديم. ربنا يدينا العمر ونشوف إن شاء الله كل حاجة حلوة يا رب. إن شاء الله. طب بالنسبة للمعمار الخرافي بتاع شارع فؤاد ده فعلا يعني بتي باري فعلا؟ طبعا. لا بص حضرتك، لما تعمل المعمار ده كان بتبقى كان باري هي بتي الكسندريه فعلا. لما تعمل المعمار ده، يعني قصدي حضرتك ان اسكندريه كانت افخم كمان طبعا من باريس. اسكندريه دي موضوع كبير قوي. انا نفسي بقى اخش المحل بتاع حضرتك. يلا مرسي يا مسيو خميس ان انت هتدينا من وقتك شويه. تحت امرك. ايه الباسكت الحلو ده اللي متجهز فيه ورد جميل ده بتاع ايه يا مسيو خميس؟ ده بيتال عشان في الكنيسه اللي بانجلزموس اليونانيه اليونانيين بيرش ده على البابا لما يطلع يصلي النهارده. فرجني على الورد يا مسيو خميس، عايزه اعرف بقى ايه اصناف الورد بس عن طريق المناسبات. يعني مثلا لو انا هحضر بوكيه لعيد الام مثلا هتديني ايه؟ بص هو عيد الام، تعال نقرب من الورد شويه. عيد الام دايما بيجي في السبرينج، اول يوم في الربيع. اوكي، بيبقى يفضل ميكسد، ميكسد فلاورز، يعني الوان مختلفه. لو بيقول عليه في الفرنساوي فلير دي شو، ورد الربيع. اوكي، خليك معايا. زي ايه مثلا؟ ده عيد الام. لا كل الاصناف مباح. ما انا لازم بقى تعرفني على الاصناف. مثلا كلا، كلا ينفع يخش كلا مع ليلي، مع روزس، مع قرنفل. ده ورد بلدي ابيض عادي زي بتاعنا ابو شوك كتير، ولا زي بتاع الاجانب الطويل اللي ما فيهوش؟ مصري. ده مصري. لو الفالنتاين، لو عيد الحب، بيقولوا احمر. نجيب ايه مثلا؟ بص حضرتك، بيفضلوا في الفالنتاين في العالم كله الريد روزز. ايوه، عشان ده رمز الحب. او ريد تيوليبس. بس انا عن نفسي مش مقتنع. لا، لان الاحمر ده ممكن لو غامق يعني يدي معنى، لو فاتح يدي معنى. طيب الحاجة التانية، ليه ما كنتش الأبيض؟ ما الأبيض ده صفاء، الأبيض ده صفاء، داخله الأحمر، يعني العام أبيض واللي ده الأحمر ده يعني ده التجديد بقى والتنويع. إنما خلاص. بس الأصناف، يعني مثلا القرنفل ما ينفعش أحطه في عيد الحب، لأن القرنفل في ألمانيا بتاع سيميتير. أيوه، في فرنسا بتاع سيميتير، وإحنا كمان القرنفل بتاع القرف. يعني كده لو حد لو بتعمل مثلا طقس بقى جنزي فخيم تحط فيه إيه؟ بص حضرتك، الحاجات الجنازيه دي مرت بمراحل. احنا كان زمان مثلا ايام البشوات كان بيتعمل احلى ورد في الجنازه، وبعدين كل مناسبه دينيه، موسم رجب، موسم شعبان، العيد الصغير، العيد الكبير، بيروح في السيميتيري عندكم في القاهره، عند
السيدة عائشة حاجة زي كده؟ فيها سيدة نفيسة، سيدة عائشة، الإمام السيد. أنا في اسكندرية عندنا المنارة والعمود، بعتوا ورد يزينوا القرفة. مظبوط. للصبح يوم أول يوم العيد الصبح. مظبوط. وبعد كده الحاجات دي ابتدت يعني ترجع ورا لغاية ما تنزل. عشان المصريين الورد مرتبط في مخهم بالفرح، فبيستغربوا شوية إن الورد يبقى في الحزن. لا طب هقول لك على حاجة، ده كان موجود في الحزن لغاية السبعينات، يعني أربعينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، وشوية من الثمانينات. طيب هل بس تشاور لي على الأصناف الورد وتقول لي أسميها؟ يعني مثلا أنا بسمي ده جبسفيل، ما أعرفش. جبسفيل بيبي فلاور. وده بنصدره إحنا مش كده؟ من القاهرة. بنصدر وبنستورد. وحضرتك قلت لي على ده النباتات المزهره. هورتنسيا. ايوه دي هيدرنجم. وده ايريس قرنفل. قرنفل ابيض واحمر. وده روزس، الورد البلدي بتاعنا. كلا. روزس كلا الجميله دي، جميله ودمها خفيف، حلوه قوي. وليليز وليليان بكل الوانه. مسيو خميس نطلع بقى عند مكتب حضرتك تضيفني نكمل كلام. ميرسي. شارع فؤاد واحد من أقدم الشوارع والطرق في العالم، عمره أكتر من 2300 سنة، ويمكن عشان كده هو واحد من أعرق شوارع الأسكندرية على الإطلاق. اتغير اسم الشارع أكتر من مرة، كان اسمه الطريق الكانوبي نسبة للأعمدة البطلمية اللي كانت مصفوفة على جنبين الشارع، وبعد الفتح الإسلامي بقى اسمه طريق رشيد. وفي العصور الحديثة أخذ اسم شارع فؤاد نسبة طبعاً إلى الملك فؤاد، وتغير بعد ثورة 23 يوليو لطريق الحرية، لكن فضل محتفظ باسم شارع فؤاد عند الناس كلها لحد النهاردة. مسيو خميس، ليه بيقولوا لك مسيو خميس؟ والله حضرتك بصي، هو نوع من الاحترام مع ناس مع بعضيها، مسيو، أستاذ، مستر. حتى أنا في المحل عندي كان زمان الاستاف يقول لي أفندي. أفندي. جاية من الباشا والبي والأفندي. أيوة. فكلمة تركية هي. لكن مسيو عشان مثلا اجانب كتير. كان كتير جدا الاجانب في اسكندريه، كانوا زباين عندي، فكان كتر خيرهم كانوا لك مسيو، نوع من الادب يعني. ايوه، لكن المحل مكتوب عليه انه اتفتح سنه 57، مع ان الزراعه وتجاره اهل حضرتك من اقدم من كده. 1880 تقريبا، 1890. أيوة. مين اول واحد ابتدى ده؟ جدي. خميس برضه. ده خميس. خميس برضه. وابتداها ليه؟ سبحان الله، هو اول من زرع الخضار اللي دلوقتي بيجيبوه من السوبر ماركت بالسلوفان. كان أوكي. بيزرعه بكميات مهوله. ده كان سابق عصره بقى. طبعا، وكان لازم يزرع ده عشان الاجانب في اسكندريه، لان الناس بتاكل سوتيه دايما. والد حضرتك طور عن والده. طبعا. صح؟ ايه التطوير اللي هو عمله في البيزنس واللي حضرتك عملته بعد كده لما مسكت البيزنس؟ والد حضرتي زرع الحاجات اللي هي دلوقتي موضه. زرعها في الخمسينات والستينات، اللي هو التيوليبس، لزيريس، لزانيمو، لرونكيل. ده كنتوا بتزرعوه هنا؟ بنزرعوه عن طريق واحد تولياني اسمه فرانشيسكو داندولفي، كان هو تاجر يجيب ابصال من هولندا. كنتوا بتجيبوا الابصال؟ هو اللي كان بيجيب التاجر ده، فرانشيسكو داندولفي. لقيت ولاده كلهم في روما، في الماركاتو دي فيوري في روما برضه. وهم فعلا في الماركاتو دي فيوري. وبيتكلم عربي واسكندراني احسن مني. انا قابلت على فكره في الماركاتو دي فيوري، ده سوق كده مخصص للفواكه والورد في روما. قابلت الجماعه اللي هم التلاينه المصريين دول، كتير جدا جدا في الحته دي. وبيتكلموا زينا بالظبط، زي اسكندرانيه بس بيقولوا ايوب. وفول وفلافل وكله وملوخيه. فحضرتك الايرس والزهور اللي زي دي بتزرعوها هنا؟ ده بابايا دخل بيها في اخر الخمسينات بالستينات. انا في السبعينات كنت خلاص بقى خلصت الكليه وفاضي، وادارتي بقت اداره كامله بقى. ابتدأت أدخل أكتر النباتات. زي إيه النباتات؟ لا، كل النباتات اللي شفاها لي كلها اللهم لك الحمد كنت أنا سبب فيها. أيوة، أنواع الديفنباخيا، فوجير، تريدراسينا. قصدي حضرتك اللي هي الورد اللي بيطلع كأنه نبات مزهر، البلانت فور ديكوراسيون بتاع البيت. إنما الورد بيبقى مزهر ده اسمه كات فلاورز اللي هو التيوليبس، الجلاديولاس، الليليز. ده حوالي 100 صنف. حضرتك شايف ان جو مصر منخ كويس ان احنا نجيب البذور والابصال من بره ونزرع الورد ده هنا؟ بص حضرتك، سبحان الله،
مصر ربنا كرمها بأربعة سيزون، ومصر كرمها بالنيل وكرمها بأرض، فإحنا عندنا بلدنا الحمد لله نقدر نزرع كل حاجة، وعندنا الفلاح المصري من أوعى ما يكون، بسم الله ما شاء الله، يعني يعرف يلقط كويس ويعرف يزرع كويس. ايه الفرق بين المواسم دلوقتي والمواسم زمان؟ طيب تسمحيني ارجع ورا شويه. ارجوك. بس ستي، مهنه الزهور بدات في الاسكندريه مع اتنين فرنسويين اسمهم تيرال وروبور، بنفسه بعض. وكانوا بيقفلوا يوم 3 شهور في السنه اللي هو اند اوف جون، ويفتحوا بريمير دي سبتمبر. يروحوا باريس يتفسحوا ينبسطوا، يقفلوا في اغسطس ويوليو. لانه كانوا ماسكين البشوات والبكوات اللي بيبيعوا لهم ورد، فدول كانوا بيسافروا في السيزون. دول اول من دخل مهنه الزهور وترتيبها هنا. وكان في القاهره عندكم مدام زاهيه راتب جنب سميره ميس، وكان في ماي فلاور في الزمالك سنه 46 فتح، وفي لابيل جاردينير في شرق قصر النيل. هنا كان في محل فلوريل اللي هو يبقى خال امي، فتح سنه 46، احنا 57 يعني بعد ابن خال ام حضرتك؟ خال امي على طول. يعني انت من اب وام فلوريست كلهم بتوع ورد. ايه اللذاذة دي؟ قلت لفاميليا. فاحنا فلوريست على طول. مسيو خميس كنت بتقول لي على الموضات اللي عدت على الورد في من اول الخمسينات مثلا. لا نقول من اول الاربعينات. اوكي. الاول الاربعينات كان موضه مثلا الكله والزيزينيا والحاجات الفلير، مثلا ايه؟ فلير دي شون، عارف حاجات الربيع. وكان في الورد البلدي. البلدي. ده على طول موجود طبعا. بعد كده في الستينات ابتدى يخش الليليوم على خفيف. اول من دخلت ليليوم كان صنف اسمه تايجر، ليليوم تايجر اللي هو ده الليليوم. الليليوم دلوقتي في اصفر وروز، التايجر بيبقى كذا لون طبعا، جلد النمر. ليليوم تجران، ليليوم تجران. اوكي. وابتدى يخش التوليب في السبعينات، دخل الكريزانتيم. الكريزانتيم دخل لغايه دلوقتي. نتكلم مثلا على الثمانينات. ايوه. ايه بقى الثمانينات؟ الدنيا ثبتت على ما هو عليه في السبعينات. اوكي. بتاعت السبعينات نفس الورد ماشى. في ال 2000 بقى ابتدى يخش علينا ورد مستورد، انواع بقى، ورد جميل جدا، زائد المزارع اللي عندنا. طيب انا عايزه بقى اختم حديثنا ده بالاستمراريه. حضرتك ولادك بيشتغلوا في نفس المجال صح؟ متعلمين ايه؟ الاثنين بكالوريوس زراعه جامعه اسكندريه، والثالث بيزنس اللي ماشي. الثالث بيزنس اكاديمي، بس اشتغل في الديكور بتاع الافراح. يعني في نفس البيزنس. بس هو عنده يعني عنده كليانت الشيك، يعني عارفه ازاي؟ بيشتغل مع كليانت اللي بيبقى فاهم. مش مبسوط في شغله. الحمد لله. وعندكم ويب سايت متطور جدا. تقدر تطلب منه الحاجات. يعني ولادك ساعدوك انك تواكب العصر الماركت ده. احساسك بايه وانت حاسس ان ولادك استمراريه لوالدك وجدك؟ انا ولادي كان ممكن يشتغلوا حاجات تانيه بلاس الفلاورز، وكان يبقوا حاجات كبيره قوي ماليا، بس احنا فضلنا المهنه دي عشان مكسوفين من اجدادنا. يعني لما نروح المداره بعد عمر طويل، جدي يقول لي سبت المهنه ورحت مش عارف ايه، فانا مكسوف من كده، عارفه ازاي؟ رغم ان انا في اللهم لك الحمد فكري التجاري، ممكن اكون ادي الورد 100 مره ماليا لو في حاجه تانية، بس بحب الورد، انا عشت الورد. مسيو خميس احنا اتبسطنا جدا بالحديث مع حضرتك، والحديث يطول ومتشعب عن التاريخ وعن المعمار وعن الاجانب وعن الورد وعن الخضار وعن كل حاجه في الدنيا. بس احنا بقى عايزين ان حضرتك تفتكر زيارتنا دي. معانا فنان زميلنا بيعمل بورتريه لكل الضيوف بتاعتنا، وهنديه لحضرتك وتفتكرنا بيه. طبعا ده حاجه فخر يعني، كتر خيركم. ميرسي، وميرسي على البوكيه بتاعي، وميرسي على كل حاجه. بسيطة. في اسكندريه المحروسه بين حر صيف او لسعه برد، هتلاقي مسيو خميس قاعد من بدري جوه محل الورد. ياسمين ونرجس وبنفسج، وكل ورد وليه زبونه، والبلدي بيبان من شكله وتعرفه بريحته ولونه، جاردينيا لوتس وفلورا بلسان وتيوليب وكاميليا. الورد ياما قاسمنا حاجات وذكريات حلوه وغاليه.